السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. وصفة اليوم راح تكون نوع من أنواع المعجنات التركية المشهورة، اللي هي عبارة عن فطائر محشية يطيبوها ياسر في فطور الصباح، وبرة تلقاوها تبع في كل بلاصة. الوصفة سهلة جدا وما تطلبش ياسر، ونروح إن شاء الله نبدأ في طريقة التحضير ومع المقادير. عنا في المقادير جوز كيسان ونصف فارينة أو دقيق، وعنا تانا مغرف صغيرة ملح، كاس ماء يكون دافي، وعندنا ملعقة صغيرة تاع زيت الزيتون. بالنسبة للحشو عندنا بطاطا مسلوقة، يعني بطاطا مشرشمة، واحد جوز كعبات يكونوا متوسطين، وعندي البهارات فلفل أحمر وفلفل أسود، وعندي تانا شوية نعناع، وعندي كمية من الجبن المبشور. نبدأ في طريقة التحضير. نحط الماء تاعنا اللي لازم يكون دافي. هنا الكاس اللي استخدمته الكاس اللي هز 250 مليلتر بالنسبة للماء والفارينة. نزيدوا له الملح، ونزيدوا زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون كما يكونش متوفر تقدروا تبدلوه بالزيت العادي، وتخلطوهم مليح حتى يدوب هذاك الملح في الماء. بعد نزيد الفارينة تاعنا، تقدروا تزيدوها مرة واحدة، وتقدروا تانا تخليوا شوية باه تأكدوا من العجينة تاعكم. تخلطوها مليح، ومن بعد تحاولوا تلموها بيديكم. كما تشوفوا العجينة لازم تكون طرية، ده هو القوام تاعها، يعني تتلصق شوي في اليدين. إذا زدتوا الفارينة وجاتكم شوية يعني شايحة تقدروا تزيدوا لها شوية برك ماء، من بعد تعجنوها شوية بيديكم. كما تشوفوا تولي رطبة، هذه هي العجينة تاعنا النهائية. توجد العجينة تاعنا نحاول كيفاه نقطعها الى قطع متساوية. من بعد هذوك القطع نشكلهم ديبول، يعني كريات. هنا حجم الكريات يختلف حسب الحاجة اللي راح تطيبوا فيها، يعني انا تاعي الطاولة اللي راح نستخدمها شوية صغيرة، يعني متوسط الحجم درتهم، يعني الحجم تاعهم متوسط. كملوهم الكل بنفس الشكل كما تشوفوا. بعد ما نكملوهم الكل نغطيهم صح بحاجة تاع بلاستيك باه ما تشيحناش العجينة تاعنا، ومن بعد تغطيهم فوقها بسيرفيات واحدة اخرى وتخليهم يرتاحوا حتى الوقت اللي نحضروا يعني الحشوة تاعنا. نجيو الحشوة، نجيبو البطاطا تاعنا. هذيك البطاطا نربيوها ولا تهرسوها يعني بالفرشيطة ولا بأي حاجة. نزيدوا لها النعناع، نزيدوا لها تانا البهارات، يعني الفلفل الأحمر وفلفل أسود. البهارات يعني تبقى حسب الاختيار، كل واحد وش يحب. تقدروا تزيدوا حوايج من عندكم، وتقدروا تبدلوا يعني خلاص ما تحطوش كيما درت انا. تخلطوها مليح والحشوة تاعنا واجدة. هنا العجينة تاعنا بعد ما ارتاحت، يعني العجينة هذه على قد ما تخليوها ترتاح مليح على قد ما تجيكم سهلة في الخدمة، يعني كي تحلوها تجيكم سهلة. نحطوا شوية فارينة في البلون طرافاي اللي راح نحلو فيه، ومن بعد نبداو نحلو في ليبول تاعنا بالوحدة. تستعملوا طبعا القراص او الحلال باه تجيكم سهلة، وما تنساوش تانا تحطوا شويه فارينه باه ما تلصق لكمش العجينه تاعكم لخاطر تجي طريه كما قلت لكم. يعني
يعني تحاولوا تحلوها مليح على قد ما تجي رقيقة على قد ما تجي ملاحة كما تشوفوا، يعني تجي رقيقة ياسر العجينة تاعو. ومن بعد نجيبوا الحشوة تاعنا ونبداو نحطوا فيها. هنايا الحشو يعني حسب الاختيار، تقدروا تبدلوا، تقدروا ديروا غير فورماج، تقدروا ديروا اللحم المفروم، يعني حسب الاختيار. تعدلوها شوي بيديكم ومن بعد تجيبوا الجبن وتحطوه. الجبن كيف كيف اختياري، تحبوا تستعملوه وتحبوا لا. ومن بعد تقفلوها وتحاولوا تقفلوا هذاك الحواشي تاعها بصوابعكم مليح. من بعد هنا الحاشية أيضا تحبوا تخليوها خليوها، إذا ما تحبوش تخليوها تقصوها كما قصيتها أنا باه يجيكم يعني الشكل تاعها مليح قد قد كما تشوفوا. هنا تكون واجدة صاي. ونكملوا الكريات تاعنا كل بنفس الطريقة. هنا كاين أنا اللي حشيتهم بالجبن الأبيض وزدت له باك شوية معدنوس، يعني كما قلت لكم تحشيوها بالحاجة اللي تحبوا انتوما كيف كيف، يعني تكملوا تقفلوهم وتقصوهم بنفس الطريقة. من بعد كي نكملهم الكل يكونوا واجدين باه يطيبوا. المقلة تاعكم لازم تشعلوا لها النار قاوية تكون سخنت مليح، كي تحطوا فوقها الفطائر تاعكم تنقصوا لها شوية وتحطوهم يطيبوا مرة على مرة، هك تحركوهم باه يطيبوا لكم الجوانب الكل. من بعد كونترولي وهكي تلقاوها طابت من تحت، تزيدوا تقلبوها على جنب الاخر كما تشوفوا طابت تهبل، وتحركوها مرة على مرة باه تطيب لكم كما قلت لكم، يعني ما يقعدوش بلايص مش طيبين. من بعد كي تطيب تنحيوها من المقلة وهي سخونة هكاك، ماذا بكم تطليوها يعني بشوية زبدة، الزبدة تزيد فيها نصف البنة. إذا بقات لكم مثلا العجينة والحشو فضلكم تقدروا طيبوهم كما هك، يعني تقدروا تستخدموهم كخبز ولا حاجة، تخليهم يعني بشكل دائري وتطيبوهم. العجينة تاعو يعني تجي تهبل بنينة ياسر كما تشوفوا، ما فيهاش منبع الخميرة بس حتى تنفخ الخبز تاعنا. هذه هي النتيجة النهائية، يعني وصفة ملاحة ياسر، والفطائر تاعنا يجيو بنان يهبلوا. ننصحكم تجربوهم، تقدروا ما تطيبوها كيما نقولوا غدا خفيف هكا، سورتو الولاد الصغار يحبوا ياسر الحوايج هادية، تقدروا ديروها لهم مملومجة. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقولهم من درك بصحتكم، كي تجربوها ما تنساوش تخليولي لي كومونتير باه نشوف كيفاه جاتكم. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.